البرنامج الأول وهو باندا كلاود كلينر، وهو من شركة باندا المعروفة. هذا البرنامج مجاني في 100%، باقي البرامج كلها مجانية 100% ولا تحتاج إلى تفعيل لحد الساعة. هذا البرنامج إذا كان عندك أي أدوار أو تروجون أو مالور أو سبايور أو أي فيروس يعني في الجهاز وأنت لا تعرفه، هذا البرنامج قادر على إزالته بفضل الخدمة السحابية. الأفضل عندما تريد العمل بالبرنامج أن تكون متصل بالإنترنت، لأنه يقوم بعرض الملفات على الخدمة السحابية وعمل سكان لها. طريقة العمل جد جد سهلة، تحمله تثبته ثم أكسبت أند سكان، ويبدأ البرنامج في الفحص. كما تلاحظون يبدأ في سكانين، كما أنه الفحص الخاص بي فهو جد جد رائع وسريع. أنقل على كانسل لأني لا أريد أن أقوم بالفحص الآن. هنا مجموعة من الأدوات، هنا كيل أول بروسيس، إذا كان عندك بروسيس على الجهاز لا يعمل أو متوقف أو يقوم بعمل تشنجات للجهاز، أو أنلوك فايل لعمل أنلوك لأي فايل موجود، أو يعني إزالة يعني اللوك أو يعني عن فايل معين في جهازك. هنا إرسال فايل لباندا ليقوم بفحصه عبر الخدمة السحابية. كما أن هناك يعني أشياء كثيرة في التطبيق سوف تكتشفونها، مثل البوت سكان، أي أن تقوم بالفحص مع صعود الجهاز أو إقلاعه على النظام، وهي خاصية جد جد رائعة. كذلك هناك كما قلت أشياء رائعة ومميزة في البرنامج، مثل سنأتي هنا إلى الأدفانسد أوبشن. سيعطينا أكتيفيت تراستد بوت سكان، وهذه الخاصية ستقوم هنا ستقوم بعملية ريبوت أو إعادة تشغيل الجهاز، وعندها ستبدأ بالفحص انطلاقا من صعود النظام، لأن هناك فيروسات لا يمكن أن تكتشفها والحاسوب يشتغل، بل لابد من أن يقوم بعملية سكان مع البوت الخاص بالجهاز. هذه فكرة يعني أتمنى أن تكونوا قد استفدتم منها. البرنامج الثاني الذي سوف نتطرق إليه هو سنيل درايف، سنيل درايف 2 لايت، النسخة الثانية المحدثة، وهو أحد أفضل البرامج المجانية لعمل أبديت للدرايفرات أو التعريفات الخاصة بالجهاز في جهاز كمبيوتر في نسخته الثانية. هذه النسخة الثانية اللايت، والبرنامج ما يزال مجانيا رغم جودته الرائعة. كيف يعني البرنامج يعمل؟ البرنامج عندما تثبته يظهر معك في هذا الشكل، ويظهر في الجانب يعني الايسر او الايمن للشاشه الاسفل. هنا يعطيك جميع الدرايفرات التي تحتاج الى تحديث، كما تلاحظون انفيديا جي فورس كارت الشاشه، وكذلك الوايرلس نتورك تحتاج الى تحديث. هنا كل الدرايفرات الموجوده على جهازك التي تحتاج الى فقط تنتظر قليلا. الأشياء التي تريد أن تحدثها لا تعلم عليها، والأشياء التي تريد أن تحدثها أترك عليها العلامة، ثم أنقر هنا على Update، وسيبدأ مباشرة في تحديد جميع الدرايفرات الموجودة على الجهاز الخاص بك. البرنامج هذه طريقة عمله وهي جد جد سهلة. وهنا مجموعة من الإعدادات التي بإمكانك التحكم فيها، إنشاء نقطة نظام في حالة حدوث أي مشكل، الملفات التي تذهب إليها يعني التحميلات، كل شيء موجود هنا. هذا البرنامج أنصح به كثيرا لأنه مجاني وسهل ويحمل درايفرات بشكل آمن جدا. البرنامج يعني الثالث وهو برنامج أنتشيكي. هذا البرنامج يعني يجب أن يكون مثبتا في كل جهاز لعدة أسباب، من بين هذه الأسباب هو أن حجمه لا يتجاوز 1 ميجا بايت. السبب الثاني هو أنه يقوم بالعمل بشكل تلقائي ولا يحتاج أي تدخل منك. السبب الثالث هو أنه مفيد جدا جدا. لماذا؟ لأنك عندما تقوم بتثبيت أي برنامج، بعض البرامج التي نقوم بتثبيتها يأتي معها ملفات مضمنة، مثل تقول لك ثبت معك التول بار التالي، أو ثبت المتصفح التالي، أو ثبت البرنامج التالي. كل تلك البرامج يعني عندها أهداف ربحية، أنها تقوم بتثبيت برامج أخرى في جهازك وتربح أموال من خلال ذلك. هذا البرنامج يقوم بحظر كل تلك البرامج من أن تقوم بتثبيت برامج إضافية أو تطبيقات إضافية أو أي أدوات أو حتى تولبارات أو أي شيء إضافي. هذه الأداة تقوم بمنعه تماما من التثبيت على جهازك، فقط اتركها، ثبتها، اخرج منها. هي كما قلت لك تبقى هنا في هذا المكان كما تلاحظ هنا، وتعمل بشكل تلقائي دون أي تدخل منك. البرنامج الرابع وهو جي داونلودر 2، وكنا قد شرحناه يعني في آخر فيديو. هذا البرنامج كما قلت من بين الأفضل، أنا بالنسبة لي هذا هو أفضل برنامج أستعمله شخصيا في التحميل من الإنترنت، من اليوتيوب، من مواقع الفيديو، من المواقع المباشرة، من أي شيء، لأنه يعطيني مجموعة من الخيارات ومجموعة من يعني الأشياء التي يعجز أي برنامج آخر عن توفيرها. كيفية التحميل منه فهي جد جد سهلة، فقط يعني لليوتيوب هو يعتمد على النسخ واللصق، أنت تقوم بالنسخ وهو يقوم باللصق بدلا منك، فهو يعفيك من مهمة اللصق، يقوم بلصق الروابط وتحميلها مباشرة. إذا كان عندك عمل وليس لديك وقت، أو لديك دراسة وليس لديك وقت كي تبقى وتراقب الروابط أثناء تحميلها، هو يقوم بتحميلها بشكل وعمل يعني سكادجول أو يعني جدول زمني، فيقوم بتحميلها بدلا منك بسهولة تامة. مثلا بإمكانك أن تأتي إلى أي يوتيوب، أي قناة على اليوتيوب، تحمل قائمة تشغيل بنقاط زر واحدة، تحمل فيديو، كل ما عليك فعله هو أن تقوم بنسخ الرابط الخاص بالفيديو، تنقر عليه ثم كوبي لينك أدرس أو نسخ يعني رابط التحميل، وبعدها بإمكانك يعني أن تقوم بتحميل الفيديو الخاص بك بكل سهولة. كما سوف تلاحظون بعد أن نقوم الآن بنسخ الرابط، عندما يعني نذهب إلى البرنامج سنجد أنه قام بلصقه بشكل تلقائي كما سوف تلاحظون، فقط يعني بضع ثواني. هذا هو كما لاحظتم لكم الآن قام بنسخ الرابط ولصقه. الآن يعطينا جميع الصيغ الخاصة بالفيديو، بإمكانك أن تختار أي صيغة، ثم بعد أن تختار الصيغة المناسبة لك تنقر على زر الداونلود من هنا وسيبدأ في التحميل. إذا بعد مثلا اخترنا هذه الصيغة ننقر هنا على زر الداونلود فيأتي معنا هنا هنا يبدأ يعني التحميل، وكما سوف تلاحظون يعني فينيشد انتهى من التحميل. وسرعة التحميل في البرنامج فهي جد جد عالية كما قلت لكم، وهو من أروع وأفضل البرامج الخاصة بالتحميل. بعد ذلك سوف نتوجه لكي نشرح البرنامج الخامس والأخير وهو برنامج مارس ويفي. ننقر عليه نقرتين. هذا البرنامج هو برنامج مجاني يعفيك من كل البرامج المدفوعة لعمل هوت سبوت لتشغيل الواي فاي، بحيث تجعل حاسوبك بمثابة رواتر موزعة للإنترنت للآخرين، فتصبح يعني نقطة توزيع إنترنت للأجهزة المحيطة حولك. نقطة جد جد مهمة لم يفهمها الكثير ربما بعد أن شرحنا البرنامج فيما مضى، هو أن هذه البرامج كلها تعمل، وحتى الطرق التي لا تحتاج إلى برامج تعمل على الحواسيب التي فيها يعني كارت ويفي. يعني إذا لم يكن عندك كارت ويفي ستحتاج إلى شراء يو اس بي ويفي، وثمنه تقريبا يعني من على حسب، يعني هناك من يأتي ب3 4 5 دولارات إلى آخره على حسب يعني سرعة يعني سرعته وقدرته على التوزيع. إذا كان عندك لابتوب يعني محمول فلن تحتاج إلى شراء أي شيء، فقط تثبت البرنامج كما سوف تلاحظ الآن. بعد تثبيته يعطيك مباشرة هنا يعني الكود وهنا الاسم الويفي. إذا أردت تغيير الكود والويفي انقر هنا ثم غير اسم الويفي او غير يعني الرقم، يعني هنا بامكانك كتابه اي رقم او اضافه اي شيء هنا، ثم سيف وتغير يعني احداثيات الويفي. كيف سنتاكد من ان هذا الويفي يعمل فعلا؟ كما تلاحظون هذا هو اسمه، سيظهر معكم الان كل شيء. اذا كما تلاحظون نو انترنت كونكشن موبايل داتا تيرن اوف، كما تلاحظون ليس لدينا يعني اي انترنت على الهاتف. نجرب مثلا الدخول الى اليوتيوب مثلا. كما تلاحظون أوفلاين لا يمكن الاتصال بالإنترنت. إذا نذهب نحو الواي فاي ثم نفعل الخاصية الاتصال بالواي فاي، يظهر معنا كما تلاحظون حساب اسمه مارس ويفي. الآن هذا هو يعني الجهاز الرسمي، سنقوم بعملية فورغيت كي يقطع الاتصال به. إذا كما تلاحظون الآن قطع الاتصال. لدينا مارس ويفي كما تلاحظون، ننقر عليه نقرة واحدة، عفوا ننقر على مارس ويفي ثم ندخل الباسورد كما ترونه الآن أمامك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. هذا هو الباسورد. ثم بعد ذلك ننقر على كونكت وكونكتد بسهولة تامة. لاحظوا السرعة، الآن أصبح لدينا جهاز متصل يقول لنا أندرويد إلى آخره متصل. هنا جميع الأجهزة التي بإمكانك عمل اتصال لها، هنا البلاك ليست الأجهزة التي تريد حظرها، وهنا إعدادات خاصة بالتطبيق لكي تقوم بأي شيء تريده، تضبط، تزيل، تقوم بحظر أي شخص يعني إلى آخره. بقي لدينا شيء واحد هو نتأكد أن لدينا إنترنت فعلا. ندخل نحو نذهب مثلا نحو إلى جوجل بلاي. إذا كما تلاحظون جوجل بلاي يعمل، تطبيقات بإمكانك تحميلها، تحميل أي شيء تريده، تثبته على جهازك بكل سهولة. يعني إنترنت يعني كأنك يعني متصل بالواي فاي بكل سهولة ودون أدنى مشكلة. إذا كان هذا هو تطبيقات اليوم وبرامج اليوم للكمبيوتر، أتمنى أن تفيدكم. جميع روابط التحميل أسفل هذا الفيديو في تدوينه. البرامج التي أعجبتكم بإمكانكم تحميلها. لا تنسوا النقر على زر سبسكرايب اشتراك المزيد من الفيديوهات القادمة إن شاء الله على القناة، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.